ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة اللي مش راحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد وبحر ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندل بيزرع فني يحصد شر الندالة، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالة. واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. الله 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 بالصبر بيتحلوا، بس العوائنية رح ينهانوا وينزلوا. والخاين يا ويل ويل ويا ويل من الله، والخاين يا ويل ويل ويا ويل من الله. الله 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 تيسر انت يا مرزوق تيسر، بس خبر كل رجال الحارة انه الليلة جمعتهم عندي. امرك عديد. السلام عليكم. سلام. هدي حالك عقيد شبنا. شلون بدي هدي حالي يا بشير؟ شلون بدي هدي حالي؟ هلا ابو حسن بيكون صار عنده علم اني استلمت السلاح. خلينا نستنى لبكره لنشوف شو بده يطلع مع ابو النار من تهديد بمرزوق بابو حسن. بركي خاف ورجع السلاح لحاله. وبركي ما رضي يرجع السلاح واصر يخليه عنده. ساعتها بروح أنا ويا قاتل يا مقتول. كفو أبو بشير كفو. عطيني مخلل أبي. على عيني. أعطيتها خبر لعرضك بوران أبي. لكان يا أبي صار عندي علم. خبر إيش يا أبي؟ رخصتك بوران تروح مع أمك على بيت أبو بشير عشان يخطبوا له. ومين بده يخطبوا له؟ بنت أبو بشير. لا ان شاء الله الف مبروك اخي، ان شاء الله بنفرح باولادك. الله يخلي لي اياك معتز، عبال عندك دايمه. وين ابي وين؟ ما كمل اكلك؟ لا الحمد لله يا ابي شبعت. ليش ما عم تاكلي يا مو؟ الحمد لله شبعت. بس ما اكلتي شيء؟ الحمد لله. كلي انت يا مو، اللي بطنك بده غذاء، انا مو لازمني اكل كثير. الله يخلي لي اياك يا عمي ابو عصام. اهلين بالشباب. خير اخي، ليش بعت وراي؟ عجبك على اللي صار اليوم يا ابو قاسي؟ شو صار؟ ابو عصام كسر كلمتي وراح اخذ لأكل لام توفيق. لا الله يصلحه، ليش هيك سوا؟ شو بده يصغرني قدام اهل الحاره؟ انا هلا مالي فاضي له، استنى علي شوي بس ليفضى راسي من قصه السلاح، وقتها راح بيكون الي حكي تاني معه. شو ذنبها تحرميها من جوزها؟ كرهك لسعاد سوت كل شي بوشك، وكرهتي عصام وكرهتي أبوه وأخواته وعاديتي نص الحارة. إيه حاجتك بقى؟
هالمره لازم ما تماني منوب ولازم تأهلي وترحبي فيهم. اكيد ابو عصام رح يجي ويدق بابك من جديد. اخ انا غلطت كتير بحق ابو عصام، بس لسه سعاد قلبي ما له رضيان عليها. ايه خلصنا فريال، عيب عليك ينسي اللي صار بينك وبينه كرمال بنتك والولد اللي جاي. والله عم بستنى لي يجي، لا حمله على راسي ولهذا ابن بنتي. وين المشكلة إذا شافنا الحارس أبشاب بدبره؟ لا، الأوامر ما نعملوا عيلة أبشاب، الحارة لازم تطلع نظيفة. صح. ليش غيرتوا الخطة؟ هيك اجت الأوامر، رح ناخد السلاح اللي عندك على الغوطة وانت بعد 10 أيام تيجي لعنا بالتمام والكمال مشان رحلة سوا لفلسطين. كله بدكن ياه؟ ايه لكان خير. في مشكلة يا أبو شهاب؟ وامتى رح تاخدوه؟ بكرة بالليل عند البستان. شو عقيد؟ ماشي، بكرة بالليل موعدنا بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحلى كاسة شاي أكرك عجم لأحلى عقيد. مرحبا أخي. أهلين أبو قاسم. يا العيد. شو بك أخي؟ خلينا ربك يا أبو قاسم. امبارحة مرقوا لعندي جماعة أبو حسان. خير؟ طلبوا مني يسلمون السلاح كله اللي اجاني من حلب. وامتى التسليم؟ اليوم. مو علبينا التسليم على دفعتين؟ بدلوا الخطة لأنه جماعة أحمد طافش مضطرين بدهم سلاح بسرعة، والسلاح ناقص باروتين. وشو راح بتساوي؟ بدي اضطر أعطيهم باروتي. والبارود التانية؟ والله ما بعرف، بيدبرها ربك. وين يا مهوين؟ على الحارة. السلام عليكم. الله معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. غير عم يا يوسف. عليك. طلبيتك جاهزة، إن شاء الله شي ساعة بتكون عندك بالدكة. ماشي، تفضل. معوضين. وعليك. دخلات الصيف اللي كان عندكم بالحارة شو أخباره؟ وليش عم تسأل؟ يا سبحان الله، شفت لك راعي كأنه هو الخالق الناطي بس مو أعمى.
وين شفته؟ أنا وجايبي البساتين جنب الغيضة. أما شو زلمة كريم، سقاني حليب وطعماني تين. إيه كتر خيره. السلام عليكم. الله معك، مع السلام يا بيوسف. فتحية أرايل عن خالي يا بي. الله معك. ما كان لازم تبعت لي الاكل قدام اهل الحاره، هيك كسرت كلمه ابو شهاب. اي بالليل كان استر واحسان. لا سيدي، انا عملتها هيك قصدا، بيعز دين النهار وعلى عينك يا تاجر واشكره، خلي كل الناس تعرف انه ابو شهاب غلطان. سيدي قلنا من سيرته. اي سيدي، ما حان الوقت ابو عصام؟ والله بدك تستنى لك شوي لسه ابو بشير، معلش طول بالك طول بالك. انت ما راح توافي لتنحل مشكلتك، بس الولد بده يتجوز وطاي على ما يصير عرس اليوم قبل بكره. واكل الله بشير، الله يرضى عليك. خلاص ان شاء الله من هول الخميس الجاي اذا الله عيشنا بيصير خير. طب عصام انت وعدتني. ها خلاص قول الله ان شاء الله. السلام عليكم. الله. وعليكم السلام. اهلا يا ابو بشير. قلت لك خان لعيونك خالي، اجيب معك عبده وبشير وخاطر، بس اصحك جنس مخلوق يعرف ليش عم تراقبوا القرنه. انا بامرك. يلا تيسر. السلام عليكم. معتز مور خال. بس تشوفه بدي اياك تكمشه وتربطه بالحبل. اوعك يفلت منك يا خال، اوعك. بس دير بالك مني، احتمال كبير يكون مسلح. اصحك يغدرك يا خال، اصحك. اذا لقيت حالك مالك قد تكمشه اقتله بارضه. بأمرك خالي، بأمرك. خايف معتز؟ أعوذ بالله لك خال. شو خايف؟ بس يعني شو مساوي؟ مساوي شغلة كبيرة، بعدين ببقى بقول لك عليها. المهم هلأ مثل ما قلت لك خال، راقب لي سطيف، قصدي شبيه. بأمرك خالي، بأمرك. تفضل عمي. يسلم ابراهيم. الله يسلمك عمي ابو بشير. روح على البيت جيب لنا الغداء. امرك يا ابي. لا تطول. طيب شو ذنبه ابنك؟ بعدين شو هالذنب والغلط يلي انت عم تحكي فيه وتفكر فيه؟ هات لشوف. شو عم تقول ابو بشير؟ أنا جوز ابني لوحدة أمها مطلقة؟ إيه ما فيها شيء، والله عجيب أمرك يا أبو إبراهيم، صدقني ما فيها شيء. لسه بيقول لي ما فيها شيء؟ فيها كثير، ويلي صار كبير كثير يا أبو بشير. إيه أنا ملاقيها مو حلوة بنوب لا بحقي ولا بحق ابني. بصراحة بمختصر الحديث أنا قلت كلمة ما بتراجع عنها منوبها. أنا ما بجوزه إلا تكون حماته صارت عن جوزها أبو عصام. ولا بقى حدا يفتح لي هالسيرة منوب. وين ابو بشير؟ ما شربت كاستك؟ مشروبي. شو يعني زعلان؟ لا بس بصراحة كلامك كله مو عاجبني. لا هيك كل مين حر بحاله بقى. المهم ابو حسني جاي بده يعزل العناية تبع كباس المي تبعي اللي مرة من عندك، وبدنا اذنك. ما فهمت. عناية المي اللي بيني وبينك مصطومة، وبدنا نعزلها من عندك. ايوه بس بدي اقول يعني انا مشغول بهالكم يوم يلي جايين الله يرضى عليك. شو؟ مهلني كم يوم ابو بشير؟ كم يوم بس؟ كم يوم بدنا نضل بلا مي؟ شو بدي ساوي؟ ما بدي اعجي بيتي بالطين والتراب، جايين لعندي تجار من حلب. اذا بدك رأيي حفير قناية جديدة من بيت البغجاتي وخلاص من هالقصة احسن. ما بدك ياني احفر قناية جديدة وقنايتي جاهزة، ما بدك غير تعزيل من عندك؟ احسن لبعدين ابو بشير. يعني بدك تقطع المي علي يا ابراهيم؟ لا مو هيك القصه، بس لحتى ما تستنى كثير، لانه انا ما بعرف امتى جايين ضيوفي. اليوم بكره يلي بعده بعد جمعه الله اعلم، والله ما بعرف. دبر حالك يا اخي، دبر حالك. ماشي، مع السلامه. عبدو،
روح انت وخاطر لهونيك ورا الغيط، عملوا لكم حوصه ونرجع نلتقي هون. مشي يلا توكلوا على الله. يلا مشي مع مني بشير ان شاء الله لقينا. شوف الله حسينا دمعت مي الا ما نحظى بشي حدا. روح شايف هداك الراعي اللي هوني؟ ايه اكيد بالله عنده مي. الحقني. السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا يا هلا، تفضلوا. صحة عمي صحة. بنلاقي معك شي دمعة مي؟ خير الله كثير. ابشر تفضل. يعيشوا عمي يعيشوا. الحمد لله رب العالمين. خذ عبد الخوض ناردين الميات مثل أبيضة. نعمة كريم. الحمد لله كتر خيرك عمي. شرك إن شاء الله هنا. الله يهنيك يا رب. تدورون على حد هين؟ إيه والله ولا ضايع. لا 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 لا، الله يجمعكم فيه عن قريب إن شاء الله. ولد مثل القرد. أخي أنا وين شايفه؟ شايفني؟ هين هين بالمكان. لا لا شايفك بغير إرني. أنا؟ وين؟ نعم كأني شايفك من زمان، ما في كلام. ما كل الناس قرابة يا شيخ. إيه مزبوط، بس والله وشك مو غريب علي. زكي يا عبدو بيخلق من الشباب 40 بجوز. مشي مشي عبدو. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. متأكد إني شايفه ما في كلام، بس وين شايفه يا عبدو؟ وين شايفه؟ ما عم بتذكر وين شايفه. مينو هذا اللي وين شايفه عبدو؟ لك هذا الراعي هون بقفل غيضة، وقفنا شربنا عنده دمعة مي. ايش بو؟ يعني عم خمن ببالي، عم كأني بعرفه بس ماني متذكر. ومين بيشبه هذا لك عبدو؟ شو مين بيشبه؟ ايه مين بيشبه؟ قول خلصني يا سيدي. هلأ تذكرت، بيشبه سطيف الأعمى اللي كان عنا بالحارة. سطيف؟ لك ايه بيشبه سطيف. ايه بس هذا ما هو أعمى. حقوني شباب. لك وين أبو العز؟ لك وين رهي؟ حقوني. لك ها حاجين. وينه عبدو؟ عبم وين راح؟ لك هلا كان هون. انت متأكد من الحكي؟ معلوم مو هيك خاطر. لك ايه حتى شربنا مي. سمعت؟ خلوكن هون، رايح مشوار راجع. متأكد من الحكي خال؟ ايه خالي ايه. عبدو هيك قال لي، والراعي سألهن انه ليش انتو هون؟ شو جاوبوا؟ قال له انه في ولد صغير ضايع عم ندور عليه. معناتها شكي طلع بمحله. شو ناوي تساوي اخي؟ خال امور خال. بتاخذ ولد صغير من الحارة وبتروح لمطرح ما له قاعد الراعي، بتعمل حالك فرحان كتير انك لقيته، وبتجوا كلياتكم لعندي. امرك خال. يلا رقيد. خالي مين الولد بدنا ناخده؟ خود سليم ابن اختك بوران. مشي خال. فهمني اخي، ليش بدك اياه ياخذ ولد سليم معه؟ سطيف ماله قليل، بدي اياه يبعد عن القرنة اللي بده يتسلم فيها السلاح. وبركي حس بشي؟ إن شاء الله ما بيحس بشي. إن شاء الله يا رب. أخي شو صار مشان السلاح؟ جهزته؟ يلا خالو أوام أوام. يوه لوين أفضل الصبي؟ لرأس الحارة ورح أرجع لك يا. بس فهمني لوين؟ لوين؟ بدي أشتريه من ضمينة. أمشي خالو أمشي. غريبة ما في بالعادة. يا مو أنا كمان بدي من ضمينة. هلا خالك بجيب لك معه. لك انت شو جابك لهون؟ او لا شو جابك لهون؟ انا تا
تاني مرة إذا بتطلع من البيت من عدم ما تقول لأمك بدي كسر لك إيديك ورجليك، فهمت؟ شوي شوي صغيرة بالعزم. بدك منضمينة رح أسري لك منضمينة، بس أول شي بدي أضحك قتلي قبل المنضمينة. امشي بدك منضمينة ما؟ مسكي أختي سلمي. وين رحتوا يا مون؟ عالبستان. عالبستان؟ طعميني طعميني. لا هدول اللي لحالي. غريبة، ليش أخذوا عالبستان؟ اسمعوني منيح، أول ما بتعتم العين بتلفوا اللفة على القرن اللي فيها الراعي، وكل واحد منكم بيكون مجهز سلاحه وبتطبوا عليه. إذا لقيتوا حالكم مو قد إنه تكمشوا وتجيبوه عايش، جيبوا لي يا مقتول. مقتول عقيد؟ مقتول؟ مقتول، وديروا بالكم منه، هذا واحد غدار. ولا يهمك خالي. يلا يا رجال يلا، أنا اتكلت على الله ثم عليكم، بدي إياكم كيف ما كانت جيبوا لي إياه. أمرك عقيد أمرك، ما في كلام. كفو عبدو، كفو أنت واللي معك. يلا تيسر. هوني يا شباب. تعيلنا معلمين. هوني هوني. الله يبيض وشهم وخلصونا منه. أنت متأكد هذا الراعي مش باص طيب لك أبي؟ يا أبي إيه، وخالي بده يا طيب ميت ما بتفرق. ودريت لك اليوم إنه بده يسلم السلاح لرجال الغوطة بنفس القرن اللي كان فيه الراعي. بدك شي يا بي؟ استناني يا بي لا تروح. ليش قلعونا من الأوضة؟ ما بعرف، بس إلا يكون في شي. مثل شو؟ يعني بركضاً عم يتشاور مشان يرجعوا لطفية لعصام. إن شاء الله. إن شاء الله؟ إن شاء الله عمرها ما ترجع. زيك أبو العز، هذه هذا بتحمي حالك فيه، وقت تشد الجد استعمل رتابه ضروب فيه عصايب. أنا يا بضاي يلا شوف يلا. يا بي شو قصة هذا الراعي والفرد اللي عطيته يعني معتز؟ ليش هيك عاملين له كل هالأهمية؟ هذا واحد داسوس لك أبي. داسوس؟ ايه أبي داسوس داسوس، وزللة ما حضيوا فيه وكمشغول حارك اللي راحت بخبر كان ما عاد يصفى مننا مخبير. يا بي هذا الداسوس بتعرفه؟ بعرفه. مين هو يا بي؟ صطيف الأجدب أبي. صطيف؟ معقول يكون هو؟ بس هذا واحد على البركة يا أبي. على البركة ولا غير على البركة لك أبي، الداسوس داسوس، بيعمل حاله على البركة، بيعمل حاله أغرس أطرش أعمى، المهم يصل لغرضه. يا لطيف، شي ما بيتصدق. لك يا ابني يا عصام، أنا كم مرة قايل لك فتح عقلك بين الناس، دير بالك. الله يرضى عليك، أنا بدي إياك مثل ما تهز قلبك حاضر وقوي. الليلة بتجهز حالك، عندي منك شغلي وزير الصيف، ما تطلع من هون، هون حفرنا وهون طمرنا حتى لو قتلنا فمات. أمرك يا بي، هون حفرنا وهون طمرنا. تصفى بلا بارودة يا أبو شاب، كله من تحت رأس أبو النار.
فتحي قول هي البارودة كمان سلمها مع البوريه. أمرك عليه. شو أبقى نسيب؟ ما بين حدا لهلا؟ لسه ما حدا بينه. ارمي سلاحك أحسن ما فضي كله براسك. ولا عم يقول لك ارمي. خالي ابو شهاب معتز عصام شو جابوا له؟ خير شو في؟ ما في شي خالي. تفضل خالي، هاي بدال البارودة الناقصة. ومنين جبتها؟ ابي امنها وبعت لك اياها. الله يبيض وشك يا ابو عصام مثل ما بيضت وشي. امسك اخي سلم البواريد للشباب وقول له لعبد الوهاب. خالي خالي خير معتز شو في؟ مشي الحال خالي، اللي بدك اياه صار تحت رجليك وشعر فرده. وينه هلا؟ بقلب الغيضه مع الشباب خالي. مثل ما قلت لكم يا رجال، بتسلموا البواريد وبتقولوا له لعبد الوهاب اني ناطر منه اشاره ثانيه. حقني لعيونك خالي. يا سطيف أنا تركوني أنا وياه لحالنا وتيسروا. شو ما سمعتوني شو عم بحكي؟ عملكن أحملوا حالكن وامشوا، روحوا ساعدوا الرجال بتسليم السلاح. يلا أمرك عديد. ايه سطيف حكيلي لشوف، شلون كنت نقول الاخبار عن اهل الحارة والسوار؟ شلون قتلت الزعيم واب سمير الحمصاني؟ عقيد بوس ايدك تسامحني. عقيد بوس ايدك تسامحني. احكي عم قلك. عقيد والله انا ما كنت بدي اقتل حدا. رح تحكي ولا بخلص عليك لك واطري؟ بحكي عقيد بحكي. احكي لشوف. عقيد انا اول شي راقبته لابو سمير، صرت شوفه وكنت اعمل حالي اني ماني شايفه، بس انا كنت شايفه بعيوني. بعدين عقيد ركضت وراه ومشيت شوي ما خليت حدا يحس علي. بعدين طلعت له من قفا الحيط بدون ما ينتبه علي، مسكته ناولته ضربت علي. عقيد الزعيم كان كاشفني اني انا اللي قتلت ابو سمير الخمصاني. طلعت الخنجر عقيد، تخبيت في الحيط، غطيت له للزعيم، ولما فتل ظهره ضربته للزعيم ضرب عقيد، ولما فتل علي نزل قدام على وشي عقيد وشافني وعرفني. عقيد هو عرفني قبل ما يموت، اللي عرفتك يا واطي. قتلته للزعيم عقيد، انا اللي قتلته للزعيم. يا باطل بدي احلف برحمتك، بس انت طوال عمرك ما بتحبني احلف الا بالله العلي العظيم. قسما بالله العلي العظيم واللي خلق الكون بست ايام، يحرم علي النوم طوال غريمك عايش يا زعيم. وما بكون العقيد أبو شهاب إذا ما قتلته بإيدي هدول.
بوس ايدك، بوس ايدك لا تقتلني عقيد، عقيد بوس ايدك لا تقتلني عقيد. هي دار الزعيم وهي دار أبو سمير الحمصاني، وهي دار الزيبة وكل أهل حارة الضبع. اتركوا للضباع تنهش لحمه لهالخوان. بنا عصام كلب وفطس وخلصنا منه. هديك اللي باخر الرف الفوقاني؟ ايه بنشوفها؟ بنشوفها. ايه اخي اذا بتريد ارجينا هديك القماشه او هداك التوب. انو منو؟ ها؟ لا لا توب المزهر. هذا منباع. يا شلون منباع؟ لكن ليش عارضه بالمحل؟ ما بعرف ليش عارضه. زياده عدد. وبعدين هاد القماش مثل هاد القماش. يا شلون مثله؟ مالك شايف انه هي القماشه والوانها بتختلف عن هديك القماشه؟ بعدين نحن جايين نتفرج ونشتري. هلا انتو جايين تشتروا؟ لكن شو؟ يو باينتك ما بدك تبيعنا. يلي مثلكم مو جاي ليشتري، جاي يطحنا. يا سبحان الذي خلقك شو ناكوتي. هيك الله خالقني. مشي مشي بنت خالتي، مشي اصلا كثير غلطانين اللي وقفنا عندك. اي مع السلامة. امشي بنت خالتي، هذا المحل عم تقولي لي بيعه ظريف وما في منه، شوفي كيف بيعمل زبوناته. حالي منيحة. الله معكم وريحتوني. مرحبا يا ابو ضال. اهلين وسهلين. دكانه الحكيم ابو عصام ما بس دكانه الحكيم ابو عصام هديك هي. مشكور خال. اهلين وسهلين بالابو ضال. اخي انا واصل شوي على الجامع. ايه يا عزو اللي يا بي. ابي الله يرضى عليك رطع الفرن عند عمك ابو بشير، خذ خبزات على البيت. ايه امرك ولا ترجع، روح ارتاح انت. مشي يعني. يلا خفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الحكيم أبو عصام؟ وصلت عمي. من بعد إذنك عاوزك شوي. خير إن شاء الله. معلش بنحكي جوا. شرف عمي. من بعد إذنك هدول بتوصلون لأبو شاب بإيدك وبتقول له أبو حسن بيسلم عليك وعم يستناك على الموعد نفسه ويجيب رجاله الصبح بكير ولك سلام خاص نص من أبو حسن. شرف خاطرة. you
أنا هلأ ريحت راسي من البواريد ومن الصيف، وبقدر أقول لك إنه صار لازم نحل مشكلة أختك سعاد. وشو ناوي تساوي أخي؟ هو يا أبو قاسم لما نحكي مع عصام. سلام عليكم. كيف عمي؟ هدولي هلأ وصلوا إليك. أنا أبو حسن بسلم عليك وهو رضيان عنك كتير. وانت؟ أبو حسن بشوفك بكير بحوران، وطلع لعنده منه بس مو لحالة، خذ معك رجال وعلى الوعد اللي قال لك عليه. هذا أبو عصام بدنا المشكلة صايرة بين أبو بشير وبين أبو إبراهيم، ولازم أحلي هلأ وعلى الحاريك. مشكلة شو؟ سأل أبو بشير عن شو؟ وين أبو عصام؟ شو أبو بشير؟ خبزاتي جاهزين؟ لا يطلع الخبز بعدين. يشحوا الخبز قدامك، أعطيني منه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، أهلين فتحي. عمي أبو بشير، العقيد أبو شهاب عاوزك ضروري. يلا ليكني جاي معك. بشير دير بالك على الفرن. أمرك يا أبي. بشير الله يفضى عليك، أعطيني خبزاتي وخليني أتيسر. على عيني وراسي. أبطاها جهز لنا خبزات عمك أبعادي. مو من حقه منوب أبو إبراهيم يمنع عنك المي. شو الأناية ملكه يعني؟ لك شو هالزلمة هاد؟ ما منعه عقيد، بس قال جايين ضيوف من حلب لعنده وما بده يوسخ بيته بتراب والطين. ليش شو ما يتا الشغلة كلها على بعضها هاي؟ نص نهار عقيد، بس أنا ما بدي زعله، قلت ليروحوا ضيوف من عنده، يعني بجيب عمال ومنعزل الأناية. يعني ضيوفه أهم منا؟ ما بدي دايقه أبو قاسم. ومنين عم تشرب مي أنت وعيلتك؟ عم باخد من عند أبو حاتم وأبو مرزوق وشوية من عند الجيران، الله كافيها. أبو شهاب ما ساوى شي لأبو عصام لأنه بعت لي الأكل على البيت، معناته الشغلة بردت بيناتهم. أبو شهاب بده يراضي أبو عصام، بس أبو عصام ما له سائل على أبو شهاب. والله أنا محتارة شو بدي ساوي، مين بدي راضي أول، أبو شهاب ولا أبو عصام؟ ما بدك تنامي يا مو؟ لا يا مو نامي انتي. تصبحي على خير. انتي من اهلي. انا يلي بهمني اول شي يرجع عصام يطلب لطفية، بس لازم روح بكرة لعند ابو شهاب واستسمعه، لانه ابو شهاب اذا وقف معك يا فريال بينفعك كتير. لو يمكن يمون على عصام وعلى ابوه وعلى اخته هالمقوصة سعاد. هلا بطريقنا بنمرق لعند ام زكي وبناخدها معنا. ايه ماشي. يلا يلا. ها اجا خالي. اهلين خالي. اهلين. اهلين. شو وين يا مهوين؟ شايفكم لابسي؟ رايحين لبيت ابو خاطر ولبيت ابو بشير اخي. بخير شو في عنده؟ بدي أخطب بخيرية بنت أبو خاطر وهدى بنت أبو بشير. ولمين هالخطبة الميمونة إن شاء الله؟ لعصام ومعتز. عصام بده هدى بنت أبو بشير الفران، ومعتز بده خيرية بنت أبو خاطر النحاس. لا يا صحيح الحكي؟ إيه والله يا أخي، إن شاء الله تفرح بشبابك. إيه فوتي لجوا، ما في روحة، وأنت على بيت جوزك خالي. يلا. بس أخي نحنا وعدنا الجماعة وهلأ هن عم. شو ما سمعتي أختي؟ أجلونا يا هلأ. بس أخي ما بيصير. لك يلا لجوا وانت على بيت جوزك. يلا خالي. وينك خالي؟ بتقولي لأبوك يكبر راسه، فهمتي؟ تيسري. لك لو عنده بنات بده يستر عليهم، ما بيمنعنا أمك. شوفي اللهم صلي على النبي. العمش وما عنده قلب ولك ما بيحس فينا، ما بيحس في حدا. هدي حالك يا ابي، كرمال الله هدي حالك. استغفر الله العظيم. لك الله يجيبك يا طولة البال، الله يجيبك يا طولة البال. يا
والله بتعملي زينة العقل يا مو. لكن يا مو لكن إذا أبو عصام ساعدنا هالمرة، المرة الثانية العقيد ما راح يخليه. شو منضل فاتحين تمنا للهواء؟ إيه بس لا تطولي يا مو. سعاد، أنا ما بدي إياكي تزعلي، أنا مو ضدك، بالعكس أنا بدي إياكي تفرحي وبدي إياكي تجوزي ولادك كمان. بس أنا كان فكري إنك ما تخطبي لحدا هلا إلا لبعد ما ترجعي لبيت جوزي. صدقيني يا أختي أنا ما عملت هالشيء إلا كرمالي. أنا بعترف لك إني غلطت لما أخذتك من بيت جوزي، وغلطت مرة تانية لما بهدلت أبو عصام بالحارة كمان كرمالي. بقى الله يرضى عليك يا أختي، أجدينا هالموضوع شي كم يوم بس أركي بتنصليح الأمور بيناتنا وبيرجع كل شي لحاله الأولاني. يا أخي أنت بتغلط كل غلطة، لا بتنكال معي لا بميزان ولا بأبان. شو عليه إذا خطبتهم وجوزتهم وفرحت فيهم؟ أنا كان فكري نأجلها لبعد ما لبعد شو يا أبو قاسم؟ بعدين مو من حقي ولا من حقك انه نخليها تأجل جوازة الأولاد، وهيك أبو عصام كل ماله بيحمل عليك أكتر. ما بعرف ليش أنا على طول ما بتزبط معي، على طول تجي معي معاكسي. لأنه قلبك طيب يا أبو قاسم. لا حول ولا قوة إلا بالله. عسل خير أخي، عسل خير. خير عقيد؟ الوالد تعبان. سلامته. زحله بأرض الديار وقع على داره. إن شاء الله راح عنه الشر. مرني عقيد. بتروح بسرعة بتجيب أبو عصام وتاخذه لعندي على البيت. وبركي ما رضي يجي. ترجع بتخبرني. أمرك عقيد. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتحي خليك عندها. خير يا حرمة؟ مري. يو شو ما عرفتني يا أخي أبو شهاب؟ والله ما عرفتك بلا صغرة. مين حضرتك؟ أنا أم توفيق بنت أخوه للزعيم الله يرحمه. الله يرحمه. خير يا أختي شو بتريدي؟ جاي مشان تسامحني، والله ما عاد عيدة كرمال عمي الله يرحمه. سامحني الله يخليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسامحك ويسامحنا جميع يا أختي. تيسري على بيتك وكل شيء انقطع عنك رح يرجع. روح إلهي ربي يوفقك ويرزقك ويستر عليك وعلى حرماتك يا حق. فتحي. مرني عقلي. روح وصل على الحارة. مشي. تفضلي خالتي ام توفيق. شرفي تفضلي. ابي زيت حبه البركه هذا وهتحطوا على العجينه لازم تدعكوا منيح. بس تدعكوا منيح بصير عجينه مثل المرام. سيك اشوف. ها جري. هيك يعني يا ابي. السلام عليكم. ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة اللي بمشراحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد ومحرة ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندل بيزرع فيني يحصد شر الندالة، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالة. واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. الله الله الله, الله.
في مين بيحمي الدار بالحق يسود حدا عنا نار.